شكرا، اهلا فيني أسألك وسهلا. بداية الحياة الفنية كيف كانت وفين؟ انا طبعا ابتديت اغني بلبنان. اول ايوه شيء كان عمي زجال مشهور، ايوه وكنت انا وصغيري دايما اغني الاغاني اللي هو يعني بيألفها، اقعد هيك الاشعار اللي بيقولها اقعد اغنيها بيني وبين نفسي، ودايما صلي اقول يا ربي اني انا اصير فناني وصير مشهورة. بالاول ابتديت بلبنان غني المواويل اللبنانيه مثل ميجنه وابو الزلوف، لقيت انه يعني في هيك استلطاف بيني وبين الجمهور. فكانت المنتجه السيده اسيا ببيروت مره من المرات سمعتني، قالت اني انا مش بطاله، اخذتني عملتني اول فيلم اللي هو عملت لي القلب له واحد ايوه كان، والحمد لله نجح، وابتديت من وقتها الحياه الفنيه. طيب اخر اغنيه سجلتيها مدام شو كانت؟ اخر اغنيه سجلتها كانت سعيدي. اسمها سعيد؟ ايه فينا هيك بس نتذكرها اذا سمحت. عم بغنيها هلا بالمسرحيه اللي انا عم بمثلها. ايوه والاغنيه هيدي كل ليله عم بعيدها 3 4 مرات، يظهر انها عجبت الناس، وان شاء الله بتوصلكم اسطواني قريبا ان شاء الله. ان شاء الله فينا نذكر كلماتها اذا معنا. سعيدي ليلتنا سعيدي، سعيدي دنيتنا سعيدي، فتح قمرها شوي شوي لما حبيبي طلع علي وقال لي سعيدي، وبس لي ايدي بليلة عيدي وقال لي سعيدي.